معكم أنس حلمي من المغرب. أنا مع الأطروحة التي تقول مع تدريس التربية، مادة التربية الدينية في المؤسسات التعليمية. لماذا أنا مع تدريس مادة التربية الدينية؟ أنا أراها يجب أن نناقش التربية الدينية من منظورها الإيجابي، يعني أن ندرس جيدا تاريخ الأديان السماوية أو الأديان بصفة عامة، أو تدريس مادة أخرى اسمها أنثروبولوجيا الأديان، أي تاريخ كل الأديان التي تعاقبت على الإنسان في هذه الأرض. يجب أن نقوم بقراءة إيجابية لكل الأديان وأخذ كل ما هو إيجابي الذي لا يتعارض مع ما هو دولي وما هو سامي وما هو كوني، وأيضا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أي طي كل ما هو متعلق بالعنف أو تشجع على العنف والتطرف، وأيضا شرح السياق التاريخي لبروز العنف لنجعل من المدرسة هي تلك الفضاء الذي سيحتضن كل هذه النقاشات. إذا أردت نظاما تعليميا ديمقراطيا يشمل جميع أبناء الشعب المغربي، يجب ألا أنسى نقطة أساسية، وهي ما لا يجب على التربية الدينية ألا تتنافى بتاتا مع الثقافة الشعبية للمجتمع المغربي. وشكرا.